الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، اشتقت لك. نوريت. كيفك عم؟ عمي زاهر. أهلا وسهلا. أخي قيصر. أهلا وسهلا. يارا، تشرفنا، فرصة سعيدة. مبروك. الله يبارك فيكي. تفضلي. ميرسي. الوالد سأل عنك 3 مرات وأجل الصورة العائلية من تحت راسك. طيب أوكي. دخلك مو هاي بنت أبو عليا؟ إيه. مو هاي اللي عشقان المطرب؟ وطي صوتك شبك. والله يا خي أبو عمار، بعد ما كتبت كتاب البنت إن شاء الله بعد ساعة رايح. رؤية؟ تعلم ما بقعد أنا. رؤية. ماما رح تضلي متحوشة بأهل الضيعة كل الوقت. لك ماما شو فيها هي كمان؟ شو فيها؟ لحق شو فيهم؟ مو كل سنة وشك وشهم. تعي لعفك على أمك. ماما الله يوفقك، تركيني على راحتي. تركتك على راحتك سنين وأنا تركتك على راحتك. شو كانت النتيجة؟ جاي نحضر عرس جيدة اللي أصغر منك. لك أمي خلاص. عم تسأليني إيه نادين؟ لو أنا ببيروت كنت عرفت أتصرف، بس أنا هون وما فيني أنزل لحتى يخلص العرس، وهو عرفان إني أنا رح أنشغل وما فيني أنزل، لهيك استغل الوضع ورايح يشوفها لهديك الشاضومة. بلا نزلت مخصوص من أمريكا على دبي لحتى تشوفه. ما بعرف، ما بدك تلاقي حل نادين، فهمتي؟ ما دخلني. مساحك العقار صغير، إذا الطريق مرق فيها رح يقسمها شقفتين، يعني ما عاد تكفي المشروع اللي كنا مخططين نعمله وقلنا 2 سنين عم نحضر. وانت برأيك أنه أسهل يا أبو المجد أنه الدولة تغير المخطط التنظيمي اللي ما صدقنا أنت كحلنا عيوننا بشوفته، ولا أنت تغير مخططاتك بعد ما الأرض انقسمت أو تشوف لك شي مشروع تاني؟ صدقني لو الموضوع ما في تلاعب ما كنت فتحت تمي، بس المخطط تغير والشارع اللي مرقوه عندي كان بيبعد عني فوق 500 متر. تغيير مسار الطريق اجى بطلب من مديرية الأسار في موقع أسري قريب، خافوا اهتزاز الشاحنات يأثر عليه. يا أبو المجد كلام أخي زاهر مزبوط، التغيير الأساسي اجى بطلب من مديرية الأسار، بس المحافظ إيه ما صدق على الله صار عنده حجة وبلش يحلف الطريق على كيفه. لا تقطع المحافظ الدامي يا أبو المجد، الرجال آدمي. والله أنت الآدمي يا أبو عليا. يا سيدي إذا بتطلع على المخطط الجديد راح تلاقي الطريق بعد التعديلات صار أقرب للموقع الأسري مما كان قبل. ماشي يا أبو المجد ماشي، تكرم عينك. تركي الموضوع أسبوع زمان وأنا برد عليك خبر إن شاء الله. دعوتنا لحضور زفاف كريمتكم شرف كبير لإلنا يا ابني. انت من عظام الرقبة يا ابو المجد. لا يا ابو المجد لا، ما في لزوم ابدا تعذب حالك. من قيمتنا ومن قيمتكم يا ابو عليا، الف مبروك وان شاء الله بتفرح بولادها. كل عمرك مزوق، بس مو شايف الاحسن انه اختي مجد هي بايدها تلبسهم للعروس؟ انا ما عم بتدخل بشغلكم بشكل مباشر، بس الأخبار اللي عم توصلني الحمد لله لهلأ مبشرة بالخير. على كل إن البث التجريبي قرب يخلص وساعتها رح نشوف همتكم وابداعكم. وفقين إن شاء الله بالإذن. كيفك استاذ شادي؟ ألف مبروك استاذ قيصر. الله يبارك. وعبال ما تفرحوا بالروح الصغير. عبال عند ولادك إن شاء الله. أقدم لك مدام فيلورا. بتصور احنا ملتقينا من هالمرة. مدامتي صحفية وموظفة عنا بالمجلة. ويا ترى تعرفتوا على بعض قبل الوظيفة ولا بعد الوظيفة؟ أنا وشادي تعرفنا على بعض بالجريدة. هي كتير حلو، معناها انليت بالموضوع. تشرفنا أستاذ قيصر، إن شاء الله ألف مبروك. فرصة سعيدة.
طمني يا ابو اسماعيل، شو اخبار البوسيه؟ منيح الحمد لله، بس التسويق ما بيسواه، نهلك كل السنه اللي يجوك الضمانه يشتروا السمره بسعر تراب. انت الحق عليك يا رجل، الله يصلحك، اعمل لك شي براد يساوي بالبضاعه، ولما يرتفع الاسعار بتبيع. اي الله وايدك، ليش بيت ابو جابر عادوا تركوا لحدا مطرح؟ لهم خمس سنين ما سمحوا لحدا يمد ايده. شو الشغله على كيفهم؟ رولا عندي باليومين لك حل. خذ راحتك ابو اسماعيل، بيت بيتك والفرح فرح. شرف عمي ابو اسماعيل، تفضل معي، تشرف. على السلامة. الله يسلمك عمي ابو سامي. شو ليش قاعدين هون؟ طاولتنا محجوزة فوق. شو مرتخي؟ كل المطارح مثل بعضها يا ابو سامر. اريحتكم بس هيك بده يزعل ابو علي. لا الله لا يجيب الزعل. ايه عمي جود، اليوم عرس جيدة، ما بدنا شيء يعكر صفو المناسبة يا اخي. مفهوم عمي مفهوم. ماشي، شوفكن على الطاولة فوق بعد شوي. لا تاكل هم عمي، شوي تانية ونطلع. الله يرضى عليك. امي صدقيني قعدتنا هون ما لها طعمة وممكن تعمل عي. خذ مرتك وروحوا قعدوا معهم، انا مرتاحة. حيوان نمور معلم. مو انت الحيوان الثاني؟ امرك معلم. شو يا، ما عاد نشوفك الا على الطلب؟ معلم انت اللي طلبت منك ما تشوف خلقتي بنوب، ليكني طول الوقت قاعد برا. اسمعوا لا، إذا فكرك إني رح أقضي بقية عمري محبوس هون بتكون غلطان. قد ما طالت قعدتي هون رح أطلع، إلا ما يجي يوم أطلع، بجوز بعد سنة بجوز بعد بكرة، وساعتها تسمع بعذاب القبر؟ جاوب. اسمع في، ورح متقبي تحت التراب لخليك تتمنى، لخليك تشتهي لعذاب القبر وما تناله، لدفعك تمن قعدتي هون ذل ووجع وقهر، لخليك تندم على كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة. ليك بتسمع بيا جوج وما جوج ما هيك؟ بسمع. وعيونا لأمي يلي بعمري ما حلفت فيهم كذب، لخليك. والله العظيم ما بقدر يا معلم، هي أوامر لمعلم أبو عليا وانت بتعرف. لك شو انا عم اقول لك، هربني من هون ولا عم اطلب موبايل ولا حتى لتر ويسكي؟ ليكو ليكو الباب مفتوح، واذا بتطلع ما حدا بيقدر يمنعني. بدك يعني جن واكسر كلمه المعلم ابو علي واطلع؟ يعني اذا انت ما بتقدر انا اللي بقدر يا معلم. لك ما حدا رح يعرف شو عم بطلب منك انا، غير انك تقول لي شو عم يصير فوق. صعبه عليك؟ صعبه تقول لي هالكلمتين؟ وحياة شرفي ما حدا رح يعرف، ان شاء الله بينقطع لساني اذا بجيب سيري انك قلت لي. مثلي اياهم باذني، اذا لا انا ولا انت حكينا ما حدا رح يعرف. مثلي مثلي شو عم يصير فوق؟ روح بمشي. ألو مرحبا أمي، كيفك؟ الحمد لله تمام، طمنيني كيف عايدة والولاد؟ والله الصراحة كان المفروض الأسبوع الماضي انزل على الشام، بس اليوم عرس الست جيدة بنت المعلم والكل مستنفرهم. قلت لحالي خبرك مشان ما تفكروني نازل اليوم على الشام. ماشي، مع السلامة. اليوم عرس بنت العم؟ عرس بنت عمي جيدة داير هلا؟
ادهم عم بحكي معك انا ادهم. اوامر المعلم ابو علي بتقول انه ما تتخطى هذا الباب. ايه طبعا من زمان كثير، من اكثر من 4 سنين. طيب شباب هلا بشوفكم بعد شوي، انبسطت بشوفكم، يلا باي. بعتذر كثير اني تاخرت عليكي، بس الشباب اصحابي من ايام الجامعه وصار لي زمان ما شفتهم. شو بك فيكي شو؟ نو ابدا، بس مستغربة. من شو مستغربة؟ منك. اوف مني؟ ليش شو فيني انا؟ عم قارن بين شكلك هلا بالتقم والبابيون وبين شكلك لما شفتك اول مرة بباريس. قصدك لما شفتيني بالكاب والجينز وهيك شيء؟ كاب المقدوحة سيلتو بلي والجينز المنتف والتيشيرت المجعلكة. وأي حبيتي أكثر؟ انت اي بتشبه اكتر؟ انت شو رايك؟ ما صرنا زمان متعرفين على بعض، محلي كون رأي عنا عمليا انا ما بعرف. لكن ليش قبلتي دعوتي على راس؟ لانه عندي فضول اتعرف عليك. جاد انت هون؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شو قصتك انت؟ شو عم تعمل؟ كل ما يظهر بيرجع بيختفي. امل مرتخي الكبير قيصر. اهلا وسهلا يارا، فنانة تشكيلية عم نحضر لها المعرض بالجاليري بأبو ظبي وموعودين نشوف منها شغل مهم كثير. وعلى الوعدة كمون طبعا. ما تصدقي هي هيك بصطناع التواضع، بس آخر معرض عملته بباريس كسر الدنيا. لبنانية؟ لبنانية من أصل فرنساوي. يعني لبنانية؟ طبعا من جهة ماما، بابا فرنساوي عايشة بأبو ظبي من فترة منيحة. حصل لي الشرف. جاي على الاجتماع ولا نسيان الموضوع؟ أنا بدي أنسى الموضوع، مع أنا 3/4 جيتي مشان الاجتماع مو مشان العرس. فرصة سعيدة. أنا أسعدت بالزبط. إذنك معك. شو اجتماع ما اجتماع، ما أنت وعدتني ما تتركني لحالي، متلبك. ما رح أتركك. هو أصلاً ما له اجتماع، هو صورة، بس هي الصورة إجبارية بالنسبة للوالد. لازم كلياتنا نجتمع وناخذ صورة مع العريس والعروس. حلو، يعني بحب العائلة. إيه؟ الوالد بيحب العيلة كثير زيادة عن اللزوم. اف كيف يعني؟ سمعاني بالحب القاتولي؟ ايه اسمع. ايه الوالد هيك، حبه قاتولي. وعلى فكرة نحن بهالشغلة بنشبهه كثير. يا لطيف إذا حبينا حدا شو ممكن نعمل فيه؟ شو بتعملوا؟ نقتله من الحب. مرت عمو كأنه لونا متحسنة. ما الله يجبر بخاطرك. لا حبيبتي لا، لما كانت معنا هون كانت أحسن. وما هيك مرت عمو، بس هديانة كتير عن قبل، كتر ما عم يعطوها أدوية. حبيبتي طمنيني عنك أنت، شو أخبارك؟ هيك قطعتيني فرد أضعف. أنا شو دخلني باللي صار؟ حقك علي يا مرت عمو، أنا العيشة بالشام ما ناسبتني أبداً. ولكني رجعت هلأ على لادقية عم درس بمدرسة هون. أنت شو قصتك؟ ما عم يجيكي عرسان ولا أنت ما بدك تتجوزي؟ لسه مرت عمي، يعني لما يصير نصيب. المعلم أبو علي قطع بنصيبك. أنا وقيصر ما كان إلنا نصيب ببعض من يوم ما جبره يتجوز أمل. ما بتذكر هيك طلعت بوشه وشفته مبسوط. مرت عمو شو رأيك نسكر هالسيره؟ أنا من لما تزوج أمل صار مثل أخي. إذا هالحكي من قلبك قولي لقيصر، بلكي إذا شالك من راسه بيعرف يعيش. كذاب، لا حاجز ولا شيء، أساسا كل هالفرتين عملها لأني ما عزمته على العرس. اسمعي نادين، بس بدي اياكي تقولي له انه عن جد عن جد الشغله بالنسبه لي ما لها مزحه. بس هيك
موبايل. ما اختلفنا، المخاطر موجودة. ايه بس كمان الخوف من الانفتاح مبالغ فيه يا جماعة. معي انت ولا لا ابو رائد؟ انت بالذات من اكثر الصناعيين اللي انضرروا من وقف الاستيراد. صحيح، بس نحن كنا عم نطالب يسمحوا لنا نستورد المواد الاولية. وهي فتحوا لكم الباب على مصراعي وقالوا لكم شرط. انتوا على شو معترضين؟ لانه الصناعيين ما رح يستفيدوا شيء ابدا، بالعكس رح يتضرروا. يلي رح يستفيد هو التاجر، رح يغرق السوق بسلعة أجنبية رخيصة وأكثر جودة من السلعة الوطنية كرمال يربح. صحيح، وهذا اللي مفروض يدفع الصناعة الوطنية للأمام بفعل المنافسة. سر اقتصاد السوق هو المنافسة. شو بدكم تسهيلات؟ خدوا وشرفوا على هالميدان ورجون عضلاتكم. شو هي حلبة مصارعة؟ هي حلبة مصارعة، بس المنيح إنه نحن عم نلعب على أرضنا وبين جمهورنا. ساعة وقبل ما عرفت تنهي هالحديث منذر؟ خير، شو في؟ أهلك فوق ما أجوا متأخرين، كمان نزلوا قعدوا تحت مع أهل الضيعة وحاطين الحزن بالجرن كأنهم بجنازة. مع أني وصيتهم من أول ما وصلوا. طول ما أمك قاعدة وحاطة العقدة ما حدا رح يسترجي يتحرك من محله. بنات عمك ومرت عمك انتبهوا، إذا وصل خبر للعم. لا، شو يوصل ما يوصل، أنا رح أحكي معهم. امشي قدام. روح أنت وأنا شوي وبالحاك. ماشي. أهلا وسهلا بالشيخ جزيد. حبيب قلبي، عتبين عليك يا منذر وعتبي كبير. لا 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 لا، الله يعطيني خيرك يا شيخ. خير؟ تنزل على بيروت؟ لا بتتصل لا بتخليني نشوفك. هاي تقارير كاذبة شيخ، صدقني تقارير كاذبة. الله وكيلك، من وقت اللي انتقل شغلي على حلب ما عم بفضحك راسي. أقول أن العتب قد المحبة، ألف مبروك لأبي بامبا. أستاذ خيصر، وبدنا حدا حتى يستجيب، فإذا ممكن أنت تتدخل بالموضوع بشكل رسمي حتى ماشي. أي شيء بدك يا طبعا خبرك. ماشي. خير؟ شو بده الأستاذ قيصر؟ شو بده؟ في شرف في أحسن من هالإنسان بحياتي ما شفت. طبعا عاتبني إني ما عزمته عرسنا. بس إحنا عزمناه. بعرف، بس الظاهر إنه نسيان. طيب احذري شو هي هدية عرسنا. شو هي؟ قال لي من رجعتكم عالشام خلي المدام تستلم الصفحة الفنية والثقافية. عم تمزح؟ لا وحياتك، وعدني خلال شهرين ثلاثة بالكثير سلمني مكتبنا ببيروت. تعرفي شو يعني؟ يعني بصير راتبي بالدولار. انه نحن جايين على الطريق كنت حاسس انه هالمشوار رح يغيرنا حياتنا. انا كنت ناوي احكي معه ونزلت خصوصي عشان مشان هذا الموضوع. بس عملت أخو كامل كركبة الدنيا، فاضطريت أجل الموضوع شهرين ثلاثة تانيات. طيب أنت ليش بدك تنتقل؟ أنا مرتاح. احلى عنا ولو واحد غيرك بيدفع مصاري ليتعين بالموقع اللي أنت فيه. لك يا أخي، أنا العادة بالشام ما عودتني، ما بعرف، بس بعد عن البحر بحس حالي رح أختلف. معناها ما إلك إلا منذر، هو بيحكي لك مع العم. بس حط ببالك، ها بجوز العم ما يقبل. وليش ما يقبل بقى؟ شو بتفرق معه؟ بالله شبك سعيد، فتح لي مخك شوي. لما العم بحطك بهيك موقع وهيك مكان اكيد بيكون بباله شيء. ما انا هيك كنت مفكر، بس رح يصير لي اكثر من سنتين بالفرع ولهلا ما حسيت حالي فتو بشيء. ايه مو ضروري هلا، بكون حاسبها لقدام ان شاء الله الباقيه بحياتكم. حلو كثير هالعزل اللي فاتحينه بعرس بنت عمكم. لك شبكم من اول ما وصلتوا انتوا قاعدين هيك مثل الغربه. لك قوموا اختلطوا مع الضيوف، ما بصير هيك، عيب. عيب؟ العيب انه نفرح بعرس بنت عمك واخوك ملقح تحت سبع ارض بقصد ابوها. ابوسوا ايدكم والشقفاء انه القصه مرقت على هيك. لو مو الله تلطف فيه والجماعه فوضوا امره للعم، الله بيعلم وين كان هلا وشو كان عم بيصير فيه. امك زعلت لانه كان فكره انه رح يسمح له يحضر العرس. بالله شو؟ مشان يصلن الخبر لفوق انه اخوك ما تعاقب على الشيء اللي سواه، وانه عمك انفلته على كيفه، انت ما بده بيفوت وانت ما بده يطلع. شو هالحكي هذا؟ طيب على القليل يسمح لمرت عمي تشق عليه. خلص هلا بس شوفه بحكي معه. بس انت فردي لي وشك كرمال النبي، هلا بتنزل مرت عمي وبتشوفك هيك وبتوقع الفتنه. ها قوم جود، قوم لحتى اعرفك على ابو محمد. وانت سعيد شفته لرفيق عمرك ولا لسه؟ قاعد هون. شو رايك يعني؟ اليوم عرس اخته، وين بدك اياه يكون؟ روح دور عليه وبارك له، عيب هيك ما بيصير. ايه امشي.
روقي مرت عمي، طالما منذر رح يحكي معه فأكيد ما رح يخليك ترجعي على الضيعة بدون ما تشوفي. روقي. ايه على أساس كتير منذر بيتصدق. ابن العم الحمد لله على السلامة. شو قال انت هون؟ تمام. ايه اذا بستنى يقبضوه بعد 20 سنة بعد حالي ما بيقبضوه. بعرف انت الإجراءات النوع من المعارف. إن شاء الله عجبتك الهدية. طبعا عجبتني، واتمنى ان يكون قد المسؤولية اللي حملتني اياها. والله اذا رح تضلي واقفة على الباب بشك، هيك مسؤوليات بدها حماسة واقدام. بمجرد ما استلمت موقع الجديد رح تشوف مني اكثر بكثير من اللي بتتوقع. فيك تعتبري حالك استلمتي، وفيك تعتبرني تحمست. بقيان ننزل على الشام وابدا دوامي بموقع الجديد لحتى اقدر بدد لك اي شك باني بستاهل المطرح اللي راح تحطني فيه. عن اذنك استاذ قيصر. اذنك معك. ما خلينا طريقة ولا وسيلة إلا وجربناها معه لحتى يتركها لهالبنت، ما كان يقبل. لدرجة عرضنا عليه مصاري لحتى يطلقها، ما قبل. حاولنا نهربة من عنده، مستحيل. وليش ما لجأتوا للقضاء؟ مين قالك ما لجأنا؟ الله وكيلة، ما تركنا محامي ولا قاضي ولا محكمة إلا وقصدناها. ما عم نقدر له، ما عم نقدر له. ألو، اختصر اختصر. مدعوم كثير وما حدا بيسترجي يقربنا، وهي بنتنا الوحيدة يا سيد أبو عليا. الله يخلي لك بناتك وشبابك. يشهد الله، من يوم اتجوزناها البنت وهو كل ليلة بيسكر وبيهينها وبيضربها. حالتنا صارت بالويل. يشهد الله، أمها كبرت 20 سنة بهالسنتين، والله وحده اللي بيعرف شو عم يصير بأخواتها من القهر. مين دعمه لهالواطي؟ ما بعرف، عم يقولوا صحبته غميقة كتير مع ابنه لأبو الفرزدق وعم يشتغلوا سوا. الطيور على أشكالها تقعوا. وشو عم يشتغل أبو ابنه لأبو الفرزدق؟ فاتحين شركة استيراد وتصدير. يعني عم يشتغلوا بالتهريب. والله ما بعرف، أنت أعلم يا سيد أبو عليا. وأنت يا أبو مهند، ما لقيت غير هالواطي تجوزه بنتك؟ والله أنا مالي خاطر، بس هي أصرت. ما لك كلمة يا أبو مهند؟ اتركها لله. معقولة تستنى لهلا لحتى تخبرني؟ حقيقة ما حبيت وجع لك راسك بهالقصة. قلت لحالي مرحلة بتمر وبعدين بتغير. والله زعلتني منك يا أبو مهند. كل شيء صار معك وما دقيت بابي. وقفتنا على عد باب بيتك يا معلم ابو عليا، بتشرف عيلتنا لسابع جد. لضيوف على وصول المعلم. بوس ايدك يا معلم ابو عليا، انا وقعت ومالي غيرك سند. بوس ايدك. لا يا ابو مهند، شيل حيلك، بنتك بنتنا، اترك الموضوع علي انا حاتصرف. فضلت علينا يا معلم، جميلك تاج على راسنا ومعروفك حد السكين على هالرقبه، وامتى ما هتتم عض هالايد حزها حزها ولا تطلع وراك. شد حيلك، شد حيلك يا ابو مهند. وهلا بعد شوي اكتب لي اسمه الثلاثي لهالواطي، واعطي الورقه للزاهر وانا بتصرف. شكرا، شكرا يا معلم. كنت اتمنى اختك تموت وما انا حبي الموقف.
أنا بعد هالعمر وقف الوقف قدام نوح ابن العلاشتة بدرويش، ولك هاد هو أبوك. كانوا يحلموا نقول لهم مرحبا. بس أنت كمان زودتها، يعني ضروري طخي على إيده بدك بوسها. خلاص أنت لما وقتك زلني هالكلب جوز أختك. يلا ماما كول. ماما وين بابا؟ هلا بيجي ماما. كول يلا. الرقم المطلوب مغلق او خارج نطاق. الو، مرحبا مرت عمي، كيفك؟ جمال عندكم شي؟ لا اتأخر، صار لي ساعتين بدي اقلع موبايله مسكر، فكرته مر لعندكم. والله ما بعرف، بجوز مر على القهوة. طيب ماشي، مع السلامة. شو رأيك تضلي هون لبكرة؟ لشو؟ شو بدي ضل ساوي هون؟ حابب احكي معي. هذا مو ابنك؟ ايه هذا نوح. نوح؟ تعا بابا تعا حبيبي. سلم على طنط رؤيا. مرحبا. كيفك منيح؟ يلا حق رفقاتك. صار شب. رؤيا أنا بعرف إني غلطت بحقك، وإذا كنت عم بطلب منك إنه نحكي فلسبب واحد بس، هو إنه الحكي اللي كان لازم إلك يا بوقته ما قدرت أقوله. عم شفتني هون؟ فحبيت تستغل الفرصة السعيدة. يعني عم تتمسخري؟ لا عم باخدها بالضحك. طيب في مجال تاخديها شوي بالجد وتضلي هون لبكرة، لأني فعلا حابب أحكي معك رؤية. ليك إذا لتبرر لي ليش تركتني بليلة ما فيها ضوء قمر ورحت، صدقني ما في داعي. الوقت اللي كان لازم تحكي فيه خلص من زمان. بس أنا حاولت أحكي معك أكثر من 100 مرة، واتصلت فيك كتير لحتى حاول اشرح لك، بس انت ما رضيت تسمعيني. لاني بوقتها انا ما كنت قدراني اسمع صوتك، كان بدي اشوفك قيصر. كل الحكي اللي كنت رح تحكيني اياه على التليفون ما كان رح يهمني. الشيء الوحيد اللي كان بوقتها ممكن يقنعني هي عيونك. انا كان بدي تجي تشوفني تحكي كل الحكي اللي بدك اياه، بس وانت عم تطلع بعيوني. ليش؟ لحتى أتأكد إذا تركتني بناء على أوامر العم، ولا لأنك حبيت حدا غيري. بهذاك العمر يا لطيف شو كانت بتفرق، بس هلا ما عاد تفرق. أكيد طالما إجيت أحضر عرس جيدة وأنا متأكدة إني رح شوفك فأكيد. لك قيصر الله يوفقك، أنا ما صدقت خلصت من هاي القصة. بس أنا لسه ما خلصت منها، وأنا آخر حدا ممكن يساعدك بهذا المجال. أوف ليش؟ لأني ما صدقت طلعت من دور الضحية اللي حطيتني فيه لما تركتني وأنا عمري 18 سنة. ببساطة أنا ما عندي أي استعداد أرجع ألعب معك نفس الدور وأنا على مشارف الثلاثين.
خلونا لحالنا. رجال؟ عم اسألك جاوبني، انت رجال؟ سبق وجربني. مزبوط، جربتك 20 مرة وطلعت ملك رجال، بس رح اعطيك فرصة اخيرة. تحت امرك. زاهر، تعرف وين هو المكان الوحيد اللي كان ممكن تروح عليه غير هذا الأبو؟ حبل المشنقة يا كلب اللي فكيته من حوالي رقبتك. بدك تاجر بالمخدرات، بتعرف ايش عقوبتها؟ لو تركتك بين ايديهم كنت هلا قدام القاضي وعم يحكمك اعدام. مو بس انت، وانا معك. أنا بعد كل هالسنين انقال عني يا ابن أخي بدي تاجر بالمخدرات، ما بتعرف إنك محسوب علي يا كلب؟ إذا كنت متحمس كثير على الطلعة وما عندك صبر على القعدة هون، شغلة بسيطة، بلف حبل المجنقة حوالي رقبتك وبدفش الكرسي، أو في حل تاني إنك تقتلني وتطلع من هون وتنفوت، أو إنك بتحط هالمسدس بحلقك وبتكبس على الزناد وتضع النهاية لكل هالمهزلة هاي. بجوز يقولوا عنك انتحرت بدون ما حدا يعرف السبب. يمكن يقولوا انتحر مشان عاهرة من هالعاهرات اللي بيعرفهم، أحسن ما يقولوا عليك تاجر مخدرات. إذا لا هيك ولا هيك بتخرس وبتقعد من تم ساكت لحد ما يجيك حدا من قبلي بيقول لك سماح. هذا إذا إجا، من هون لوقتها ما بدي أسمع لا منك ولا عنك كلمة واحدة ولا حتى همس. قرارك بإيدك، حياتك معلقة بطرف إصبعتك. شو قلت؟ بعدين روح لإيدانك والبس وعيك وطلع سلم على أمك، بإمكانك إذا حبيت تحضر عرس بنت عمك، بس قبل ما يطلع الضوء ترجع لهون. ألو، مساء الخير أمجد. أنا آسفة عم بحكي بهالوقت، بس شفت جمال شي اليوم أو حكى معك؟ طلع من الصبح ولهلأ ما رجع، وموبايله مسكر وشغل بالي عليه. خير إن شاء الله، أكيد بخبرك، وأنت كمان إذا عرفت شي خبرني. مع السلامة. اهلا اهلا مرهش، كيف صحة؟ كيفك؟ مرحبا، كيفك يا عم؟ ان شاء الله بخير. مرحبا. مرحبتين.
كيفك مريج؟ كيف صحة؟ يا أهلا أهلا وسهلا، كيف صحة؟ كيف الصيدلية؟ ماشي الحال؟ هلا عرفت وين سرقت طلياتك. كثير بيقولوا لي إنه عندي نظرة تشبه نظرة الوالد، بس بالبسيكولوجي ستاديق بتخاف منه. بخاف منه؟ وليش بقى؟ اف تفسير معقد، بده قاعدة طويلة تأشرح لك إياه. إذا بلشنا بالتحليل النفسي من هلا رح صير أنا اللي خاف منك. تفضلوا يا جماعة، تفضلوا تفضلوا. شرفك بيك. اهلا وسهلا مسيو جوزيف. الحمد لله على السلامه. اهلا وسهلا، شرفت شرفت مدام. اهلا وسهلا مدام. اهلا وسهلا، اهلا مرحبا. اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه. انا ما سلمت. ما تقول لي بده يدوري، رح بكلم عزيم. طبعا طاوله طاوله، ولازم يصافحون ايد بايد. الله يعينه، بس اللي بيقرب عليه بيبوسه او بيعانه. اف ليش؟ لانه ما راح ينام الليل هو عم يفكر. يا ترى المعلم زعلان مني؟ رضيان علي؟ اهم ميزه بالوالد انه لا بتقدري تتكهني بشو عم يفكر، ولا ممكن تتوقعي شو ممكن يتصرف. لازم يكون بيلعب بوكر منيح. لعبته المفضله واللي بحياتي ما شفته خسر فيها ابدا الشطرنج. اهلا وسهلا يا جماعه، اهلا وسهلا، خليكم مرتاحين، تفضلوا تفضلوا مرتاحين على الطاوله هون. ميرسي. اهلا وسهلا، شرفوا، تفضلوا 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 ارتاحوا. اهلا وسهلا بالصبار. كيفكم يا جدو؟ الحمد لله. تعال حبيبي نوح، تعال تعال حبيبي تعال. اهلا وسهلا فيك، كيفك جدو؟ مبسوط؟ عطال عطال يا جدو، يلا ارتاح. ان شاء الله الف مبروك. الله يسلمك يا وسام. عبال عن جد. الله يسلمك عبال عن جد. هذا كله ان شاء الله. كل انسان عنده هدفين بهالحياه، الاول ان يحقق ما يريد، والثاني ان يستمتع بما حقق. الله. وحدهم الحكماء هو من يستطيع ان يفعل ذلك. مين بيعرف من القائل لحتى نشرب كاسه؟ والله يا عم اذا ما خيبتني ذاكرتي اللي قايل هذا الكلام هو الجاحظ. لا والله يا حبيبي يا سامر، خيبتك ذاكرتك. لا لا. رؤيا انت ما بشوفك الا حامله هالكتاب ونازله قرايه، الحشي لك شي اسم. على الاغلب اللي حكى هذا الحكي واحد اجنبي ما له عربي. اي معناته ما في غيره، شكسبير كمان غلطان. بفتكر لوغان بيرسال سميث. انت شو قلتي لي اسمك يا صبية؟ يارا. على فكرة كان على راس لساني. لك شو قصدك انت يا سحر؟ يقصف عمري شو عملت؟ والله من يوم ما سمعت اسمك ورحنا خطبناكي من اهلي وانا بسمع انه صوتك حلو، وعمري ما سمعتك عم تغني. يعني شو صابك ده الخرس بعد ما تجوزتي؟ عمي انت بتطلب وبتتمنى، شو حابب تسمع؟ يعني انت مو ناقص غير تغني بدالي كمان. لا تغني شو؟ ما بكفي حرمت حالي من اضواء الشهره والنجوميه كرمالها. في حدا عنده هيك نانسي عجرم بيخبيها؟ الله يخلينا اياك يا عمي. شو رايك بورده عم؟ والله كويسه ورده، وخاصه في يوم وليله. على عيني وراسي. في يوم وليله ليله ليله